هو الثروة الحقيقية للوطن في حاضره ومستقبله، ولأن الجانب الأخلاقي من أهم الجوانب في تكوين شخصية الطالب، لذا أولت وزارة التعليم اهتمامها بهذا الجانب، حيث سعت جاهدة إلى تعزيز الشخصية المتوازنة الطموحة وبنائها، والعمل على ترسيخ مفاهيم القيم السلوكية الإيجابية لديه، وصولا به إلى الإنسان الواعي الواثق بنفسه والمدرك لقضايا مجتمعه وأمته. ومن هذا المنطلق سعت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد على إيجاد بيئة تربوية عصرية جاذبة ومعززة للسلوك الإيجابي، يكون هدفا من أهداف العملية التعليمية والتربوية، إذ لا يمكن أن نتصور تعليما لا يعنى بالسلوك الإيجابي وتعزيزه. ونظرا لأهمية المدرسة كونها المحضن الثاني للأبناء بعد الأسرة، فهي تتحمل مسؤوليات تربوية وتعليمية لغرس السلوك الإيجابي وتعزيزه والارتقاء بالسلوكيات الحسنة وتعهدها بالتشجيع والرعاية الدائمة على نحو يضمن استمرارها ونماءها، بحيث تصبح جزءا لا يتجزأ من شخصية الطالب، مما اقتضى وجود مشروع يعنى بغرس السلوك الإيجابي وتعزيزه، الذي من هدفه إيجاد بيئة مدرسية محفزة للسلوك الإيجابي. ويسعى المشروع من حيث خطته الاستراتيجية والتدريبية إلى إيجاد بيئات مدرسية متميزة سلوكيا تعمل على رعاية السلوك الإيجابي وتنميته من خلال أساليب إرشادية متخصصة وجاذبة. ومن هذه الأساليب التعزيز الإيجابي، التعزيز المتقطع، مبدأ بريماك، الاقتصاد الرمزي، النمذجة، التسلسل، التشكيل، التعزيز المستمر، التمييز، الضبط الذاتي. ويقوم المشروع بتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والسلوكية في إطار ديننا الإسلامي، ومنها احترام النظام، الإتقان والجودة، الانتماء، العدل، الإحسان، حسن التعامل، العمل التطوعي، شكر النعم. ويقوم المشروع على عدة استراتيجيات، ومنها بيئة تعليمية مؤسسية محفزة للسلوك الإيجابي، الحرفية في العمل الإرشادي، رعاية السلوك الإيجابي وإنماؤه وخفض السلوك السلبي. ومن هنا تأمل وزارة التعليم أن يسهم المشروع في بناء جيل صالح يتمثل القيم الإسلامية سلوكيا وتطبيقا، لينطلق بإيجابية لخدمة دينه ومليكه ووطنه.